اذا هذه انطلاقه ديال المبادره 100 يوم 100 مدينه اللي انطلقت هنا من دمنات، وان شاء الله غادي نمشيو خاصك كل اسبوع اخر اسبوع غادي نكونوا موجودين في ثلاثه ديال المدن. غادي تكون مناسبه للنقاش للحوار يعني مع المواطنين باش نشوفوا يعني الاراء ديالهم على المدينه ديالهم، كيفاش كيشوفوا المستقبل باش تحسن الجوده ديال الحياه داخل المدن. وهذا الشيء كيمس الشغل، كيمس الصحه، كيمس كذلك التعليم، كيمس كذلك المرافق الحيويه ديال المدينه، ومناسبه للخصوص للانصات ديال الصوت ديال المواطن باش نعرفوه شنو هما التوجهات ديالو. وهذا الشيء غادي يعاوننا ان شاء الله يعني في المستقبل للفهم اكثر يعني بالحاجيات ولي بيزوان ديال المواطنين. انا عطيت يعني التصريح واللي نتمنى انكم تعملوه، لانه احنا كنقولوا ما كايناش من غير الله الوطن الملك، تكون الامه واضحه. اللي حرق العالم ضرب الوطن وضرب المواطنين كلهم، المواطنين والمغاربه كلهم تعلموا، واللي بغى يعمل شي بوز بشي حاجه اخرى راهي شغلوا هذاك. ولكن احنا حتى المؤسسات ما يتمسوش، والاحزاب لعبت الدور ديالها، والمواطنين راه قايمين بشغلهم. شكرا. لا باس.